عاوزكم بقى تفتحوا دماغكم معايا كويس قوي قوي، عشان احنا داخلين على مرحلة خطيرة ومهمة في حياتكم. اللي مش قد المرحلة دي يقول لي من دلوقتي عشان ما اعملش حسابه. انا مش قدها. انا عامل حساب. عندي دور لواحد طويل مش قدها. في ايه يا حلواني؟ انت هتعمل لنا فيها فطار؟ فطار؟ اقوم اعمل لكم فطار؟ لا لا، شوف هتفتح فتحة يا عمران. ده فيلم، فيلم ده اهم. امال ايه، داخلين على مرحلة فظيعة، وبالذات فرصة عظيمة لنجمة الموسم وكل موسم لهفة هانم. أنا بجد يا بابا مش عارفة أشكرك إزاي على الثقة الغالية جدا دي. أنا بإذن الله بإذن الله هبقى عند حسن ظنك وحسن ظن جمهوري. الفيلم بيدور في فترة احتلال الإنجليز لمصر. أنت هتلعبي بقى إيه؟ دور جولفدان بحريت، قاعدة المقاومة. جولفدان بحريت؟ أنا يا بابا؟ أنا بجد مش مصدقة نفسي. طب حضرتك مش حاسس إن دي حاجة تقيلة عليا في أول خطوة ليا؟ فشر تقيلة إيه؟ أنت كده بتطلعي فوق على طول. اللي عملت الدور ده السيدة ماجدة الصباح من زمان، عملت جميلة بحريت. الفرق بقى لهفة لما هتلعب في الوقت ده بقت جولفدان بحريت. شفت القوة؟ شوفوا بقى يا جماعة الخريطة أهي، عشان إيه نوزع الأدوار، كل واحد يعرف دوره. ابتهال هانم، انت هتمسكي البوفيه اللي هو هنا. قوي قوي يا اخويا، امسك البوفيه وماله؟ بس هتقعدي ورايا. انا عاوز امسك مكتب الكاستن عشان رزقها واسع. وبعدين ايه الخريطه اللي انت حاططها لنا دي؟ احنا هنسرق بنك. يا عمران يا حبيبي، انت ايش فهمك انت في الاخراج؟ طب انا بقى عايز ايه وضع انا بقى في الفيلم ده؟ انت مش الاساسي، انت بتلعب 7 ادوار مع بعض. لا ماليش دعوه، انا عايز اعمل فردريك بارباروسا. تعمل مين؟ فردريك بارباروسا. خلاص يا ابني، انا ما عنديش اي مانع تعمله. انت كده هي عندك 7 8 ادوار، اقفل بفردريك بارباروسا. ابوس ايدك يا عم حلواني، ننجز شويه كده. ما ينفعش صاحب القهوه لو عرف اني مأجرها ومش واخد كمان فلوس وموقف حالها هينفخني. يا ابني انا بلعب، ما احنا بنخرج جوه هتاخد فلوس كل 60 ده. انت هتعرفنا ليه؟ الله كده يعني. شوفوا ايه يا بندق، في ايه يا بندق؟ في ايه يا عم؟ كنا نروح لمدينه الانتاج يا بندق. مش كده، احنا بننفعك يا بندق. في ايه؟ ها جاهزه يا حبيبتي؟ ايوه يا استاذ. عايزك تبقي ايه؟ بتقاومي، بتدافعي، دافع عن الحق، بتدافع عن كل حاجه صح في البلد. طبعا انت هنا بتمثلي البراءه وتمثلي مثلي بقى تمثلي. طب استاذن حضرتك بس ممكن تديني دقيقتين قبل ما نصور اعيش في الشخصيه؟ ده باباك المخرج والمنتج، انا اديكوا اسبوع. اشكرك. اوكي، فين المجاميع؟ عمران. اسم الاستاذ عمران. استاذ عمران معلش لو سمحت، عايزين المجاميع. حاضر، هجيبهم واجي. يلا خش بالمجاميع. التصوير جاهز؟ في مشكله كبيره قوي يابا. ايه؟ الشمس مش طالعه والاضاءه بايظه. ما عنديش حاجه اسمها شمس، انا دافع فلوس عشان الدنيا تنور. ها جاهزين؟ اكشن. حرام عليكم، سيبوني، انا بدافع عن بلدي، بدافع عن بلدي، ده ظلم. انا مستعد ادافع عنها وادافع عنها كل اللي تحبوه ويحب القانون. ها انا مين؟ انا المحامي فرجيه، جيت من باريس للدفاع عن جولفدان ابو حريد بدل زميلي متر امبلار اللي سبعتوه بالقوه كده. انتم ظلمتم جولفدان ابو حريد اكتر ما ظلموا الانجليز. جان درك، جان درك. ايوه ايوه ايوه. لا للظلم، لا للظلم، لا للظلم، لا للظلم، لا للظلم. برافو عليكي، برافو عليكي، هو كده. كات. برافو برافو، ايه الحلاوه دي؟ ايه صورت اللي حصل؟ اه طبعا يابا. ما شاء الله، برافو عليك. طب عندك ايه سائع؟ ثانيه واحده اعمل لك مفاجاه بقى. لا شيخ، حاجه هرقصوص كده. ايه الله يخليك. خد بريك يا جدعان، تعالوا يا جدعان. كوبايه بوندو بالانجليزي. احنا بس 18 ساعه في الاوضه. مش مهم، كوبايه بوندو بسرعه عشان الناس هتخربوا. هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا علينا ايه؟ خد يا حلو قوي كده. ايه ده معاد الدواء بتاع شعبان. خد خد يا شعبان. خد يا حبيبي معاد الدواء بتاعك. ربنا يخليك. بالشفا يلا. اشرب يمكن تطول شويه. اشرب. هنبتدي بقى المشهد الثاني يا شباب. افظع من الاولاني بقى. هنا ده اللي هو يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اللي انا شايفه ده حلواني. اهلا سعاده البي. اهلا 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 وسهلا. سعادتك منور. الانجليز احتلوا مصر تاني ولا ايه؟ لا يا باشا، ده فيلم
فيلم من الافلام القويه بقى اللي هنزل بيها المسابقه ان شاء الله. وعملت تصريح عشان خاطر الفيلم دوت؟ معقوله الحلواني ياخد تصريح؟ استرضى سعادتك الحلواني اللي معلم العالم دي كلها السيما ياخد تصريح بالسينما؟ وكمان سلاح. لا لا سلاح يا فندم. ايه ده؟ ده بلاستيك. ايه يا عمران يا عمران؟ ايوه يا استاذ. فيه طيب بالتصوير سلاح بلاستيك هعمل ايه؟ ما انا قلت اوفر للانتاج فجبته بلاستيك. لا 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 الكلام ده ما ياكلش معايا. استاذ الامين يا فندم حرص لي السلاح ده وحرص لي الكاميرا دي. ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ دي كاميرا بتاعت عصير يا باشا. والله ده انا باكل عيش هنا يا باشا. خدوا عربات اجري اجري بسرعه.